السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء أطفالي الصغار، معكم المدرسة رنا مرعندي من فريق منهاج التعليمي. سوف أكون معكم خطوة بخطوة في هذا الكتاب الشيق الذي بعنوان حياة بلقيس، ويعني معرفة الحياة في كلمة بلقيس، ويعني معرفة أو علوم حياة الحياة. وماذا نقصد طلابي الأعزاء بكلمة معرفة أو علوم الحياة؟ هي أن نتعرف على التصرفات الصحيحة ونبتعد عن التصرفات الخاطئة. ما هي الأشياء أو الكلمات التي سوف نستخدمها أو يجب علينا أن نستخدمها في الحديث مع أهلنا، أصدقائنا، جيراننا، معلمنا؟ إذن سوف نتعلم أيضا ما هي الأشياء التي يجب علينا التقيد بها ومعرفتها في حياتنا اليومية، كيف نتعرف على مدرستنا، قواعد مدرستنا، الطريق إلى مدرستنا. إذن مجموعة كبيرة من المعلومات يحمله هذا الكتاب. طلابي الأعزاء، هل أنتم جاهزون لنبدأ الدرس الأول؟ فهيا لنبدأه، الذي هو بعنوان بيوم ديشيرم، أكبر وأتغير. فكلمة ديشيرم ويعني أتغير، أما كلمة بيوم ويعني أكبر. كلنا ننمو ونكبر بواسطة لأننا نأكل الطعام الصحي، لأننا كل شخص يبدأ حجمه صغير ويبدأ ويكبر ويكبر إلى أن يصبح حجمه أكبر. إذن الأشياء التي تكون عليه صعبة تتغير وتصبح أسهل. إذن كل شيء يتغير، إذن صفاتنا تتغير طبعا، إذن فالطول والوزن يتغير، كل هذه الأشياء تتغير عندما نكبر وننمو. الآن طلابي لدينا هذا السؤال. Sizi arkadaşlarınızdan ayıran özellikleriniz nelerdir? ما هي؟ Özellikler. الصفات. إذن كلمة. Özellikler. يعني الصفات. Ayıran. التي تفرقك أو تختلف. Arkadaşlarınız. بواسطة هذا عن أصدقائك. إذا ما هي الصفات؟ انظر إلى نفسك جيدا، ما هي الصفات التي تجعلك مختلفا عن أصدقائك؟ ما هو ما أقصد ما هي كلمة الصفات؟ طلابي الأعزاء، الصفات يعني طولك، وزنك، لون العينين، لون الشعر، لون البشرة، ما هي هواياتك؟ إذن ما هي الأشياء التي تحب أن تفعلها؟ هذا ما أعنيه بكلمة الصفات. إذن طلابي انظروا إلى نفسكم جيدا، ما هي الصفات التي تمتلكونها؟ إذن بعضكم يملك لون العينين أزرق، بعضكم أخضر، بعضكم أسود، لون الشعر مختلف، هناك الأشقر والأسود والبني. إذن أشياء كثيرة وكثيرة نختلف بها عن أصدقائنا. هيا لنبدأ قراءة درسنا. Bu dersimizde sınıfımıza yeni katılan arkadaşlarınızı tanıyalım. هذه المعلمة تقول لنتعرف. Tanıyalım. لنتعرف. Sınıfımıza yeni katılan. الذي الطلاب أو المنضمين جدد إلى صفنا. Arkadaşlarınız. من أصدقائكم. إذن لنتعرف على الأصدقاء أو الأطفال أو الطلاب الجدد في هذا الصف. إذن فبعضكم يكون مع فمثلا نحن كنا مع بعضنا في الصف الأول، الآن أصبحنا الصف الثاني. من هم الطلاب الجدد؟ فبعضهم جدد علينا ولم يكونوا معنا في الصف الأول. إذن هذه المعلمة في الدرس الأول ماذا فعلت؟ جعلته للتعارف، فهي بدأت بالتعرف على الطلاب الجدد، أسماءهم، صفاتهم، ماذا يحبون وماذا لا يحبون. الآن سنتعرف على الطالبة الجديدة الأولى. بن يارن بارلاك. إذن اسمي، إذن تقول عن نفسها أنا بايرن، إذن يارن، أنا اسمي يارن بايرك. إذن اسم هذه الطالبة يارن. كمرال تانليم. حنطي البشرة. إذا لون بشرتي حنطية. كمرال ويعني حنطي. ما معنى كلمة حنطي طلابي؟ معناه أنه ليس لون بشرتها بيضاء وليست سمراء، إنما ما بين وبين، إذا وسط، لون الوسط ما بين الأسمر وما بين الأبيض، إذا لونه يقال له اللون كمرال الحنطي.
Saçlarım ve gözlerim kahverengidir. وَلَوْنُ شَعَرِي وَعُيُونِي بُنِّيَّة فكلمة kahverengidir ويعني لون البني. Gözlerim عيوني saçlarım وشعري. Satranç oynamaktan hoşlanıyorum. وَيُعْجِبُنِي لَعْبَةِ الشَّطْرَنْجِ أو وَتُعْجِبُنِي لَعْبَةِ الشَّطْرَنْجِ. إذن هوايات هذه الطفلة الأشياء التي ترغب بأن تلعبها هي لعبة الشطرنج. فكلمة satranç ويعني لعبة الشطرنج. Hoşlanıyorum تعجبني. الآن سوف ننتقل إلى الطالب الجديد الثاني. اسمم ألب تونا. اسم هذا الطالب يقول اسمي ألب تونا. Siyah saçlı وشعري لونه أسود. انظروا إن الصورة توضح لنا هذه الصفات. شعره لونه أسود. Kahverengi gözlüyüm ولون عيوني بنية فلون البني kahve rengi. إذا لون البني gözlüyüm عيوني. Gözlük kullanıyorum وأستعمل النظارات. إذا النظارة تعني gözlük يعني النظارة التي يرتديها من أجل النظر. إذا هذه النظارة تساعده على النظر بشكل أوضح فنقول عنها gözlük. أما كلمة kullanıyorum يعني أستعمل. كتاب okumaktan hoşlanıyorum ويعجبني قراءة الكتب. كتاب ويعني الكتب. hoşlanıyorum تعجبني okumaktan ويعني من قراءة الكتب. فكلمة القراءة okumak ويعني كلمة القراءة. الآن لنتابع في هذا الدرس. Resimlerdeki çocukların yapabildikleri ve yapmaktan hoşlandıkları işlerin neler olduğunu söyleyiniz. الآن طلاب الأعزاء هيا لنقول مع بعضنا ماذا يفعل هؤلاء الطلاب أو الأطفال في الصور. لدينا مجموعة، لاحظوا لدينا مجموعة من الصور. هؤلاء الطلاب الأطفال ماذا يفعلون؟ لماذا هم سعداء بفعل هذا؟ هيا لنتعرف. فكلمة söyleyene لنقول neler olduğunu ما هي الأشياء التي işlerin التي ما هي الأعمال التي يقومون بها hoşlandıkları وتعجبهم. إذا وتعجبهم، إذا ما هي الأشياء التي يقومون بفعلها وتعجبهم؟ resimlerdeki في الصور التالية. الآن نبدأ بهذا الطفل. ماذا يقول هذا الطفل؟ boyum uzadı. إذا لقد زاد طولي. فكلمة boyum ويعني طولي uzadı زاد. إذا أصبحت طويلا، لقد زاد طولي. ماذا أصبح بإمكانه أن يفعل؟ kıyafetlerimi dolabıma asabiliyorum. يمكنني الآن أن أعلق ثيابي في الخزانة. إذا هذا الطالب، هذا الطفل أصبح طويلا بعد أن كان قصيرا وصغيرا، أصبح طويلا يستطيع بنفسه أن يعلق ثيابه في الخزانة. فكلمة kıyafetlerimi ويعني ثيابي dolabıma ويعني في خزانتي أصبليرم أعلق ثيابي في الخزانة. فهو سعيد بهذا العمل لأنه يقوم به بنفسه. أنيمله birlikte yemek yapmaktan hoşlanıyorum. الآن ماذا تفعل هذه الطالبة أو هذه الطفلة؟ كم هي سعيدة هذه الطفلة؟ لماذا؟ لأنها تساعد أمها في تحضير الطعام. فتقول hoşlanıyorum يعجبني yemek yapmaktan فعل الطعام أو تحضير الطعام annemle birlikte مع أمي. إذا يعجبني القيام بتحضير الطعام مع أمي. إذا فهي سعيدة لأنها كبرت وأصبح باستطاعتها أن تساعد أمها في تحضير الطعام. الآن هذه الطفلة ماذا تقول؟
Artık ayakkabılarımı bağlayabiliyorum. بعد الآن أصبح بإمكاني ربط حذائي بنفسي. كم هو جميل هذا الفعل. إذا هذه الطالبة أو هذه الطفلة استطاعت أن تربط حذائها بنفسها. لا تحتاج الآن إلى مساعدة والديها أو الأشخاص الأكبر منها في العائلة. فكلمة bağlayabiliyorum إذا يعني الآن أصبح بإمكاني ربط ayakkabılarımı حذائي artık بعد الآن uçartmamı arkadaşlarımla uçurmak istiyorum. الآن أريد اللعب مع أصدقائي بماذا؟ بالطائرة الورقية. فيقول istiyorum ويعني أريد uçurmak التطيير arkadaşlarımla مع أصدقائي uçartmamı ويعني الطائرة الورقية. الآن إذا هؤلاء الأطفال سعيدين لماذا؟ لأنهم كبروا وتغيرت أحجامهم وأصبحوا يستطيعون أن يساعدوا أهلهم وقضاء حاجاتهم بنفسهم. لنكمل قراءة الدرس. Hepimiz birbirimizden farklıyız. نحن جميعا مختلفون. فكلمة farklıyız ويعني مختلفون. Birbirimizden عن بعضنا hepimiz البعض. فنحن جميعا نختلف عن بعضنا البعض. هذا صحيح طلابي. Bizi diğer arkadaşlarımızdan ayıran fiziksel özelliklerimiz vardır. ويوجد صفات مختلفة أو تفرقنا عن أصدقائنا الآخرون. فكلمة arkadaşlarımız ويعني أصدقاؤنا ayıran fiziksel ويعني صفات مختلفة أو صفات خصائص مختلفة vardır يوجد. مثلا boyumuz طولنا kilomuz وزننا göz ve saç rengimiz ولون العينين ولون الشعر fiziksel özelliklerimizden bazılarıdır. يقال عنها الصفات المختلفة أو الصفات صفات الإنسان أو الخصائص الفيزيائية للإنسان. إذا بعض الصفات تختلف عن بعض عن الناس الآخرين. لماذا أو ما هي هذه الصفات؟ الوزن، الطول، اللون العينين ولون الشعر. بعض هذه الصفات. هناك لون البشرة، هناك الهوايات. إذا مجموعة من الصفات تختلف عن أصدقائنا وأهلنا وأحبائنا. نكمل. Birbirimize bağlı olarak boyumuz, kilomuz ve yapabildiklerimiz değişir. إذا عندما ننمو فكلمة عندما نكبر وننمو فإن هناك بعض الصفات تتغير مثل بويموز طولنا كيلوموز ووزننا ويابابيلديكليرميز ومهاراتنا أي الأشياء التي نستطيع أن نفعلها. فمثلا الطفل الذي كان يعلق ثيابه عندما كان صغيرا كان لا يستطيع أن يعلقها، أما عندما كبر ونمى فإنه أصبح بإمكانه أن يعلقها. أيضا هذه الطفلة التي تربط حذائها عندما كانت صغيرة كان ليس بإمكانها أن تربطه بنفسها، كانت تطلب المساعدة من الآخرين. أما عندما كبرت ونمت فأصبح بإمكانها أن تربط حذائها بنفسها. إذا طلابي هناك أشياء عندما نكبر تتغير مثل المهارات، أي نستطيع فعل أشياء كان من الصعب أن نفعلها بنفسنا وكنا نطلب المساعدة من الآخرين. أيضا طلابي الوزن والطول من الأشياء التي تتغير. لو سألتكم سؤالا، السؤال موجه إليكم طلابي الآن، لون العينين عندما تكبر، عندما أكبر لون عيني يختلف؟ هل يتغير لون عيني؟ مثلا عندما كنت صغيرا لونها أسود، عندما أكبر تصبح أزرق؟ كلا، لون العينين لا يتغير. أيضا لون الشعر، لون البشرة، هذه أشياء لا تتغير طلابي. أما الطول، الوزن، أيضا قياس نمرة الرجل، إذا قياس طول رجلنا أيضا تتغير. إذا هناك أشياء تتغير، هناك أشياء لا تتغير.
Büyüdükçe yeni beceriler kazanırız. وأيضا عندما نكبر فإننا نتعلم مهارات جديدة. إذا نستطيع أن نقوم بمهارات، فكلمة beceriler ويعني مهارات yeni جديدة kazanırız نكتسب أي نفوز أي نتعلم. Yapmakta zorlandığımız işleri daha kolay yapabiliriz. والأشياء الصعبة تصبح سهلة، فكلمة zorlandığımız işleri ويعني الأشياء الصعبة، فكلمة فقط zorla يعني الصعب daha kolay yapabiliriz وتصبح أكثر سهولة، فكلمة سهل kolay daha أكثر سهولة. إذا تصبح أكثر سهولة لماذا؟ لأننا أصبحنا أكبر وأقوى ونستطيع فعل أشياء كنا لا نستطيع فعلها عندما كنا صغار. الآن طلابي لكل السؤال موجه إليكم، هل هيا قم كل أحد منكم بتعداد صفاته أو خصائصه الفيزيائية؟ ما هو لون عينيك؟ الوزن؟ الطول؟ اسألوا بعضكم بعضا ما هي صفاتكم واشرحوها لبعضكم. ننتقل إلى وقت النشاط. Öğrendiklerimizi uygulayalım. لنطبق ما تعلمناه. Aşağıda davranışlardan yapabildiklerinizi işaretleyiniz. ما هي الأشياء والتصرفات التي يمكن أن تقوم بها؟ ضع عليها إشارة. إذا ما هي الأشياء؟ هناك ما لدينا، لاحظوا لدينا مجموعة من الصور. هذه الصور من هذه النشاطات أو هذه الأعمال، أي الأشياء نستطيع القيام بها الآن لنضع إشارة عليها؟ فكلمة إشارة إشارة نضع إشارة. yapabildiklerinizi تستطيعون فعلها. davranışlardan يعني التصرفات، التصرفات التي تستطيعون فعلها أو القيام بها ضعوا عليها إشارة. işaretlediğiniz resimleri boyayınız. ولنلون الصور التي وضعنا عليها إشارة. الآن طلابي ماذا لدينا؟ لدينا في الصورة الأولى هذه الطفلة تقوم بترتيب ألعابها. هل تستطيعون الآن، بإمكانكم الآن أن ترتبوا ألعابكم بنفسكم دون طلب المساعدة؟ الذي يستطيع فعل ذلك يضع إشارة بجانب هذه الصورة هنا في هذا المكان المخصص هنا ويقوم بتلوين هذه الصورة أو هذه الرسمة بالألوان التي يرغب بها. هذا الطالب ماذا يفعل؟ هذا الطالب يستطيع أو يقوم بشراء الجرائد أو الصحيفة. هل تستطيع الذهاب إلى المحلات وشراء الجرائد؟ افعل ذلك. إذا كنت تستطيع فعل ذلك ضع إشارة بجانب هذه الصورة ولونها. الآن الصورة التي تليها ماذا يفعل هذا الطفل؟ إنه يقوم بارتداء ملابسه بنفسه. هل تستطيع ارتداء ملابسك بنفسك؟ هل تستطيع أن تلبس اللباس المخصص للمدرسة؟ أن تلبس الثياب المخصصة للنوم بنفسك دون مساعدة الأم أو دون مساعدة الأشخاص الأكبر منا عمرا؟ إذا كنت تستطيع ذلك طفلي ضع إشارة هنا وأيضا قم بتلوين هذه الصفحة أو هذه الصورة. هذه الطفلة ماذا تفعل؟ هذه الطفلة تقوم بتحضير الطاولة أو المائدة مع أمها للطعام، تجهيز الطاولة أو المائدة للطعام. هل تستطيع وضع الصحون على الطاولة؟ هل تستطيع أن تساعد أمك في تحضير الطعام؟ إذا كنت تستطيعين أو كنت تستطيع ضع إشارة هنا ولون هذه الصورة. بهذا الشكل طلابي يكون تعرفنا على الصفات وما معنى كلمة صفات وكيف لأن لكل شخص صفات خاصة به تختلف عن غيره مثل الطول والوزن لون العينين والشعر المهارات، وعلينا أن نحترم صفاتنا وصفات غيرنا ولا داعي للسخرية من صفات الآخرين. بهذا الشكل ينتهي درسنا لليوم والسلام عليكم.